السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا لهدى. صباح الخير سيدي الحاج، كي داير بخير؟ الله يطول عمرك لالا. الله يطول عمرك سيدي والله يحفظك، وشكرا بزاف على هذا البرنامج هذا، كنستافدوا منك بزاف بزاف. الله يحفظك ويرعاك لالا. الله يطول لي عمرك والله يعطيك صحتك. الله يخطبك. بارك الله فيك. عافاك سيدي الحاج، بغيت ناخذ رايك في واحد المساله. كثر خيرك. نعم سيدي الحاج، انا الوالدين ديالي هادي واحد 3 سنين هما بيناتهم واحد النزاع. اييه. ومهم كان النزاع غير هكا على الدار، على الكرا، الوالده كخصها ترحال وداكشي المشاكل مع الدار، والوالد ديالي ما بغاش، وناض بيناتهم النزاع، وناض الوالد هز حوايجه وخرج من الدار. اييه. مشى عند الوالده ديالو، وبمهم بقى كيجي لعندنا هكا للدار وداكشي، وكيعطي هكا الفلوس لخوتي، ولكن الوالده ديالي كان بعض المرات كينوض كيدابز معاها، كيقول لها شي كلام اللي شنو غادي نقول لك، يعني كيهينها بزاف. لا حول ولا قوه الا بالله. ودابا حنايا دابا انا مجوجه هنايا في مكناس، وراك عارف بحكم كنمشي غير من الصيف للصيف لعندهم وداكشي، كنت كنحاول ان امكن انني نصلح بيناتهم، ولكن الوالد ديالي يعني واحد الانسان اللي فهمتي من داك الناس القدام اللي ما كيتقبلوش النصيحه، ما كيتقبلوش انك تمشي الراي ديالك عليهم. لا اله الا الله. هو دابا سيدي الحاج، حنايا فاش مشيت هاد الصيف هذا رحلنا، رحلت الوالده من داك الدار، ودابا الوالد ديالي ما بغاش كاع يمشي معانا، وجداتي وعمتي وداك الشيء كيقولوا الوالده ديالي دابا هادي 3 سنين هو هاجرها يا سيدي الحاج. لا اله الا الله. يعني فهمتي ما كاينش هذا، وما بغاش يمشي معانا، ودابا عمتي وداك الشيء كيقولوا الوالده خصك انت اللي تمشي لعندو، وانت اللي ترغبيه، وانت اللي يعني تكبري به وداك الشيء، ولكن انا الوالد ديالي من داك النوع اللي ما كيتحزرش. لا اله يعني كل ما مشيتي لعندو دويتي معاه، وهذا دابا غير حنا ولادو اللي كنهضروا معاه، وكنبغيو زعما نجمعوا الشمال وداك الشيء، غير كتجبد له الوالده كيطلع للسما، ما كيبغيش كاع يجبد داك الموضوع. ما فهمناش شنو هو الحل سيد الحاج. دابا الوالده ديالي كتصنت عليك يوميا، وعافاك الا كانت شي نصيحه ولا هذا عافاك قولها لها، هي كتسمعك، يعرف الاستماع ديالك دائما سيد الحاج. يا ربي يا كريمه بنت يهودا. دابا حنا سيد الحاج بغينا نعرفوا غير دابا الوالد ديالي الا رجع للدار، واش حلال زعما يدخل على الوالده ديالي، ولا خصو يعمل شي حاجه بحال الا انت عارف 3 سنين هو هاجرها، يعني كنقولوا حنا ما نعرف يكون حرام ولا شي حاجه. وخلى له دا باذن الله. الله يطول لي عمرك، ودعي معاهم بالتيسير سيد الحاج، وربي يساويهم الخير، ورحنا والله الا مدمرين من الداخل سيد الحاج، وحق الله الداخل ديالي بعد انا مدمر. الله يفرج عليكم يا بنتي. ما كنعش، ودعي لي مع وليداتي ربي يخليهم لي ويرزق لي فيهم الذريه الصالحه. يا ربي. ومع الزوج ديالي حتى هو خدام بعيد عليا، راك عارف المينيتير وداك الشيء، دعي لي معاه بالتيسير. يا رب توفقك. على العائله ديالي كان الله يسهل عليك السيد الحاج، الله يطول عمرك. حفظك الله بنتي هدى، حفظك الله، اعانك الله، لا حول ولا قوه الا بالله. لاله هدى اثارت الجراح اللي كاينه في بعض الاسر، كتلقى النزاع بين الزوج والزوجه، وهذا النزاع في الحقيقه عنده مخلفات كثيره جدا تمتد الى الاولاد والبنات، وقد تمتد الى الاصهار، والانسان دون ان يشعر انه يوقد فتيل ثم يضرم النار ويحرق نفسه ويحرق أقرب المقربين إليه، والسبب أنه عنده ربما كراهية في قلبه ورفض وتمرد. كان بغي نقول كل أزواج والزوجات بأن اللي اختار شي حاجة راه داك الاختيار ديال الزوج والزوجة راه هو اختيار إلهي، ربي سبحانه وتعالى هو اللي اختار لك هذه الزوجة، وانت يا لالا ربي عز وجل هو اللي اختار لك هذا الزوج، لأن الزواج هو ماشي اختيار بشري، هو تقدير إلهي، قسمة ونصيب من السماء. أول شيء خاص المؤمن والمؤمنة يرضى بقسمة الله، يقول ربي أعطاني هذه القسمة غناخذها، وأنت وزهرك تلقى القسمة ديالك حلوة وتقدر تلقاها مرة، وأنت رابح في كلا الحالتين. إذا لقيتي القسمة ديالك حلوة
راك انت غتستمتع بالحياه وعندك الحياه الطيبه والراغده، هنيئا لك. الى لقيتي القسمه ديالك مره، اش غدير؟ واش تبقى في صراع؟ واش تدخل المعركه؟ واش تمشي للمحكمه؟ لا، كتصبر. ربي عز وجل امرنا بالصبر والاحتساب، الصبر والاحتساب. اللي كيفكر في الهجر او في الطلاق، خصوصا اذا كان عنده اولاد، هذا كيجني على العائله كلها، وكيخلق واحد الحياه اللي هي متوتره وعصيبه على الابناء. شوف، لو انه انسان صبر واحتسب، ربي عز وجل وعدنا وعدا عظيما، مع ان الدنيا قصيره. راه اهل الله كتبان من الدنيا صغيره بحال فيلم قصير، سرعان ما سوف ينتهي. علاش؟ لكي نرحل من عالم الفناء الى عالم البقاء، وفي عالم البقاء سوف نتسلم الهدايا والجوائز. لما يموت الانسان هو في الحقيقه يحيا حياه اخرى. وعد ربنا عز وجل ان الرجل اذا ابتلي، لا قدر الله، بامراه ربما لم تعجبه في تصرفاتها او كانت عندها عنيده في سلوكها، وصبر واحتسب، يقول انا تزوجت بها على سنة الله ورسوله، وربي قال لك وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كيعطيه الله تعالى من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من هذا النعيم مثلا أن الله تعالى يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، إنه في نزاع مع زوجته وأم أولاده وصبر لأجلي، ما يستحق مني؟ يقول يا ربي أنت أعلم به. يقول الله عز وجل لأزوجنه أجمل الحوريات في الجنة، فيختار الله له حورية غاية في الجمال ثم يخبئها لكي يجدها يوم القيامة. في الحديث أن يوم القيامة بعد البعث والنشور، أول ما يدخل العبد إلى باب الجنة يجد أمامه شجرة باسقة يانعة، شجرة رمان طازج، فيشتهي أن يأكل رمانة فيقطفها ويفتحها، فتخرج منها حورية جميلة تتشكل حسب فكره وعقله وقلبه وعواطفه، وتنظر إليه بحياء واحترام، فيقول من أنت؟ فتقول له أنا حورية وأنا زوجتك. يقول زوجتي لم أكن أعلم. فتعطيه سكا ورقة مكتوبة بأن الله تعالى زوجك إياها. متى؟ حينما كظمت غيظك، حينما صبرت واحتسبت. فيفرح بها، ثم ينظر إلى بقية الرمان الذي في الشجرة الباسقة، فيقول ما شأن هذه الرمانات؟ فتقول في كل رمانة حورية لا تشبه إحداهن الأخرى، ربنا عز وجل ادخرهن لك لأنك كنت في الدنيا صابرا محتسبا. هذا ما أعطاه الله تعالى للرجال. أما النساء فإن الله تعالى إذا صبرنا واحتسبنا، ربنا قال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، إلى أن قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أجر آخر وثواب آخر أعده الله تعالى للنساء الصابرات، النساء المحتسبات، لم يذكره المولى، تركه في السر. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الإنسان يصبر ويحتسب، فالحياة قصيرة، وإذا صبرت قد يقول قائل وأصبر إلى متى؟ الصبر أيها الأحباب إذا اقترن بالإيمان سرعان ما يتحول إلى أحلى من العسل. هناك بعض الناس يصبرون لكن بدون إيمان، خايف من النفقة، خايف من كلام الناس، خايف من الصراع مع العائلة، هذا غيب قديم في دائرة مغلقة. لكن إذا صبرت لله فإن الصبر الذي هو مر أمر من الصبر يتحول إلى أحلى من العسل، وتكون الحياة الطيبة. للهدى ربما الوالد ديالك عوامل أثرت فيه حتى صار إنسان ربما مغلق، وصار إنسان غير قابل للحوار، وصار فيه نفور. عوامل ربما تربيته في الصغر، ربما تعرض لصدمات في حياته، ربما التقى مع أصدقاء سوء أطروه تعطيرا خاطئا، ربما. الوالدة عليها أن تصبر وتحتسب، الأم دائما هي التي نطلب منها أن تصبر، رغم أن النساء هن اللاتي يتحملن أكبر نصيب من المعاناة، الحمل والولادة والوضع والرضاع والتربية والتنشئة،
ونطلب منها أن تصبر. أي نعم، إذا صبرت هذه المرأة الصالحة فإن الله تعالى يجعل لها مقاما عليا، يجعلها مع نساء النبي المصطفى، مع أمنا خديجة بنت خويلد، ومع أمنا حفصة بنت عمر بن الخطاب، ومع أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق، ومع السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة إلى الصبر أيها الأحباب، الصبر لأنه مفتاح الفرج. أما التمرد والتعنت والمحاكم والصراع إنه يولد المزيد من المشاكل والمزيد من الإحباط والمزيد من الخسائر، فاصبروا وصابروا واحتسبوا. لالا هدى الوالد ديالي كان هاجر الأم ديالك هذه المدة كلها 3 سنين، هل إذا دخل إلى البيت ماذا عليه أن يفعل؟ هو زوجها ولم يطلقها. الرجل إذا غاب عن زوجته سنين دون أن يطلقها فهو زوجها وهي زوجته على سنة الله ورسوله، ما دام أنه لم ينطق بكلمة الطلاق. وحتى ولو نطق بكلمة الطلاق لا تحسب، لأن الطلاق الآن لم يعد بيد الرجل، إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح. عقدة النكاح بيد من؟ بيد القاضي، والطلاق أيضا بيد القاضي. فلو قال الرجل لامرأة أنت طالق، ما هي بطالق؟ لأنه حينما أراد أن يتزوجها مش تلقى معه في الزنقة قال لابد نتزوج معه، قلت له واخا نتزوجه بشوف حالهم، لا، رادروا إجراءات قانونية طويلة، لابد أن يجيب شهادة العزوبة وشهادة الخطوبة ويمشي يتقدم عند العدول، والعدول يأخذ الملف ويديه للمحكمة، والقاضي الشرعي يطلع وتنتفي الموانع، وعاد يتفقوا على الصداق وعاد الولي، وعاد عاد كيتسلم المرأة دياله سلسلة كبيرة عاد كيتسلمها. إلا بغى ينفصل عنها أيضا خصو يخضع لسلسلة أخرى من المسطرة المتعلقة بالصلح، وبحكم من أهله وحكم من أهلها، ثم القاضي يبقى معهم في الحوار المرة الأولى والجلسة الثانية والثالثة. فإذا تبين بأن الزواج لم يعد صالحا عاد ينطق القاضي بانفصام عرى الزوجية مع إثبات الحقوق المتبادلة بين الطرفين. هكذا هو القانون وهكذا هي الشريعة. أما الآن وهذا الأب كان غير غضبان وكان هجر المرأة، فإذا دخل عليها فهي زوجته على سنة الله ورسوله، ما دام أنه لم ينطق بطلاق ولم يذهب إلى المحكمة ولم يخضع إلى مساطر التطليق. وأسأل الله تعالى أن يهدي النفوس. بنت يهودة الوالد ديالك والوالد تعاونهم بالدعاء وبالصدقة، من اللي كان نعجز عن إيجاد الحل المناسب نرفع أكف الضراعة إلى الباري. الله تعالى يهدي النفوس ويهذب القلوب. الدعاء الدعاء الدعاء، ثم أزكي الدعاء بالصدقة. نمشي نتصدق ندي معي شي بركة اللي قدرت عليها ونصدق بها على الضعفاء والمساكين، لأن الصدقة كتخلي الدعاء يقبل ولا يرد أبدا. اللي ما عنده فلوس للصدقة اش كيدير؟ كيبقى يصلي على النبي، كيصلي على النبي الكريم، كتكون لي بمثابة الصدقة، وربي غادي يغير النفوس وغادي يغير الإرادات وغادي يصحح النيات وغيجمع الشمل وغيطفي الغضب وغتعود الحياة طيبة مباركة. أسأل الله تعالى أن يجمع الجميع على محبة الله. أسأل الله تعالى أن ينزع من قلوبنا وقلوبكم أجمعين حد الشيطان. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين الأزواج والزوجات وأن يعيدهم إلى رحاب الإيمان ردا جميلا، ويبارك في الأولاد والبنات والأصهار وكل للأحباب والعائلة، وأن يجعل حياتنا وحياتكم أجمعين كلها مودة ورحمة وفرحة وسعادة، ويصرف عنا السوء والبلاء، ويصرف عنا وعنكم أجمعين كل ضر وكل خبث وكل مكيدة شيطان. آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.